مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن تكون درجات الحرارة لطيفة عموما وبشكل عام. هناك فرص لأمطار محدودة في أماكن محدودة ولفترة محدودة خاصة في شمال وشمال شرق المملكة يومي الأحد والاثنين، واعتبارا يوم الثلاثاء إن شاء الله ارتفاع درجات الحرارة بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي توضح أماكن الهطول. بنلاحظ أن يوم الأحد هناك بعض الفرص لبعض الأمطار لفترة محدودة في أماكن محدودة في شمال وشرق المملكة، ويوم الاثنين أيضا في بعض الفرص لبعض المناطق الشمالية والشمالية الشرقية. أما الخرائط التي تبين درجات الحرارة فنلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة. أما درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء لطيفة في بداية الليل لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، والصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية. هناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لتكون الشابورة وبعض الضباب في بعض المناطق خاصة مناطق المرتفعات الجبلية العالية، وبالتالي يتدنى مدى الرؤية الأفقية. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة: يوم غد الأحد الأجواء لطيفة في النهار صاف مشمسة، تظهر يتخللها ظهور بعض السحب، احتمال صغير لحدوث بعض الأمطار المتفرقة في شمال خاصة في شمال وشرق المملكة، العظمى المتوقعة 20، وأثناء الليل الصغرى بحدود 12 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا أجواء غائمة جزئيا لكن درجات الحرارة حول المعدل، وأيضا حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي قد تؤدي إلى حدوث بعض زخات من المطر في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة، أماكن محدودة ولفترة محدودة أيضا. العظمى المتوقعة 21 لكن يوم الاثنين الصغرى بحدود 15 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع واضح على درجات الحرارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، العظمى المتوقعة 25، أجواء مشمسة نهارا لطيفة ليلا، وأيضا الصغرى بتكون بحدود 18 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، نبدأ في المناطق الشمالية: إربد 25-15، عجلون 23-13، جرش 24-14، المفرق 23-12 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى البلقاء 21-13، مأدبة 20-13، عمان 20-12، البحر الميت 30-20، والزرقاء 24-13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 21-12، الطفيل 20-12، الشراه 18-9، العقبة 30، العظمى والصغرى 16، ومعان 23-13 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية من المملكة الأزرق 28-14، الصفاوي 27-14، والرويشد 27-15، مع فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر في أقصى منطقة في منطقة الرويشد والمناطق الشرقية من المملكة. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع